السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشتركاتي الأعزاء في قناتكم قناة نور. اليوم بإذن الله راح نديروا مع بعضنا موديل قفطان حاجة كلاس دايرة حالة هذا العام. نحتاجوا فيه هنا مترتين من مليفة ماروكان، ونحتاج هنايا ثوب الثليجة. هنايا عندي 75 سنتيمتر وعندي مترتين من السوتاج. الموديل الأصلي البنات راهو يحتاج 1.75 لأنه دروات هنايا مولاتو حبتو عرض شوية، لذلك درتها طريقة الداخل في الخارج بمترتين من المليفة. كما قلت لكم هنا تقدروا ديروا كراب ميلكا، تقدروا ديروا الساتان، اي نوع قماش حابين. هنايا درت طريقه الداخل في الخارج في البدايه كي راكم عارفين كديروا عفوا نديرها معكم. هنا عندي 8 سنتيمتر هنايا فتحه الرقبه تاعي، عندي 12 سنتيمتر الكتف تاعي، من اعلى الكتف البنات درت خط التركيز 24 سنتيمتر. هنايا راني نحيد 2 سنتيمتر، نقول لكم من اعلى الكتف حسبت 24 سنتيمتر ودرت خط التركيز. هنايا دوران الصدر عندي 31 سنتيمتر، هنايا تزيدوا 2 حق اتساع و2 حق خياطه كيما هما فينا البنات معايا. من بعد البنات رايحه ندير هنايا الطول الخصر تاعي، عندي 42 سنتيمتر، نعين نقطه تاع 42 سنتيمتر ورايحه ندير منها الخصر تاعي. هنايا دوران الخصر تاعي راني درت نفس دوران الصدر، نقصت عليه 2 سنتيمتر فقط. هنا ما فيها لا لبانس لا اي حاجه، راهو قفطان. ونروح للعرض تاع القفطان تاعي، هنا درت 40 سنتيمتر في العرض. اما بالنسبه للبنات للامام، للامام البنات هنايا طرزتو، هنايا مطروز يعني الموديل الاصلي راهو مطروز. هنايا تقدروا ديروا اي حاجه هنايا في البهات تاع الصدر. هنايا خيطت راهو يجي مفتوح، خيطت 2 سنتيمتر اللي خليت من الامام خيطتها لداخل، من بعد حسبت الطول تاع الطرزه تاعي وحطيت السوتاج عفوا من الداخل وخيطته الفوق حتى للتحت كما راكم تشوفوا فيه. كما قلت لكم هنايا الطريزه تقدروا ديروا اي حاجه، ديروا بيرلاج، ديروا غالون، ديروا اي حاجه انتم حابين. نجيو هنا للقياسات تاع الامام، كما راكم تشوفوا هنايا عندي 8 سنتيمتر فتحه الرقبه، هنايا عندي 14 سنتيمتر في الكتف البنات. هنايا لانه عندي قصه لازم نزيد 2 سنتيمتر، ماشي كما الخلف. من بعد البنات هنا خط التركيز راح يكون نفسه 24 سنتيمتر. أما بالنسبة لدوران الصدر راح نزيد 2 سنتيمتر لأنه قلت لكم كاينة قصة راح ينقص لنا هنايا دوران الصدر تاعنا، لازم نزيد 2 سنتيمتر على دوران الصدر. هنا درت 33. هنايا البنات رايحة نجي من حالة الإبطاء راح نحسب قيمة 10 سنتيمتر البنات، وهنايا راح ندير 6 سنتيمتر. هنا راح نرسم عفوا نرسم الشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. الحساب البنات على 10 سنتيمتر تبداو هنا من الحاشيه تاع حرزه الابط هنا وتحسبوا وتخرجوا ليها ب 10 سنتيمتر ماشي من فتحه الرقبه. ها هو لكم البنات هنا بعد ما قصيتو، بعد ما قصيت الشكل اللي رسمته رايحه نخدم البنات منه زوج قطع واحد اخرين باش نزيد هنايا حق لانه راح يجيني ناقص الفوق، راح نزيد تقريبا حوالي 3 سنتيمتر الفوق. رايحه نخدم هنايا نفس الشكل فقط الفوق هنا في الكتف تاعي الفوق، رايحه نزيد قيمه 3 سنتيمتر هنا باش ما يجينيش ناقص، كي نخيطو ما يجينيش ناقص لانه كنت تخليوه كيما راهو تخدمو راح يجيكم ناقص الفوق. راح نخدم منه زوج اكيد. من بعد البنات جبت الثليجه تاعي قماش الثليجه تاعي عفوا، حندير هنايا من الحزام راح ندير قيمه 12 سنتيمتر، راح ندير زوج قطع هنا باش يديني تجيني الحزام طويل كما راكم تشوفوا. ها هي وين هي حاشيه الثليجه تاعنا، ها هي وين الحاشيه تاعو باش تعرفوا كيفاه طويت القماش. من بعد البنات هنايا راح طويت القماش تاعي عفوا الثليجه تاعي على 4، راح ندير منها ليمونش، وهنايا الطرف هذا خليته باش ندير منه زوج قطع كذلك من هذا الشكل اللي درته كيما البوليرو الشكل تاعو، حنحي منه زوج. من بعد البنات راح نفصل ليمونش تاعي كيما مالفين عادي، هنا مش حتكون كاينه كشكشه في ليمونش، يعني راح ندير خط التركيز نفسه اللي درته 24 سنتيمتر، راح ندير النقطه. من بعد رايحه ننزل بقيمه 13 سنتيمتر، رايحه ندير هنا خط قد قد كيما مالفين معايا عادي، نقسمه على 2 ونعين النقطه ديك
من بعد المسافة ديك نقسموها على اثنين كذلك، والمسافة الأخرى نقسموها على اثنين، الفوق رايحة نطلع بان سنتيمتر، التحت رايحة نهبط اثنين بواحد سنتيمتر عفوا. من بعد البنات هنا راح ندير طول الموش تاعي، وريحة نرسم هنايا عرض الموش وين حبته العرض تاعو، ونرسم الموش تاعي عادي. من بعد البنات راح نجيب هنايا المليفة تاعي، راح نطويها على أربعة، راح تكون أكيد الجهة مغلقة من هي، نطويها على أربعة. راح ندير القيمة تاعها، الطول تاعها هنايا عندي 16 سنتيمتر، نحطو بالطريقة هذه كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم هنا راهو مغلق، نحطو بالطريقة هذه. من بعد نروح نميل اللي هي كما راكم تشوفية هكذا البنات، ونخدم الموش تاعي. هنا البنات نجيو للامام تاعنا هنايا، شوفوا معايا القطع هذوك اللي درتهم تاع التليجة هنايا، خيطتهم فوق المليفة تاعي، خيطتهم كما راكم تشوفوا هنايا، ثبتهم بالخياطة كامل على الجانبين هنايا والفوقة باش ما يتحركليش، لانه هنايا الثوب التليجة البنات راهو خفيف قاعد كيما الفولار، راهو بزاف صعيب، لذلك لازم تثبتوه كما راكم تشوفوا. حطيت الظهر تاعها على الوجه تاع المليفة تاعي. من بعد البنات نجيو نخيطوا بالطريقة هذه، راح نحطوه بالطريقة هذه ونخيطه. أول حاجة لازم تحكموا البنات بلي زيبانكل هكذا، ونديرو خياطة راح يجينا بالشكل هذا، نفس الشيء للجهة الثانية كيما راكم تشوفوا. من بعد البنات هنايا جبت لي موش تاعي، راح نخيط عادي، راح نحط هكذا بالطريقة هذه الوجه على الوجه، وراح ندير خياطة. من بعد البنات كي نخيط راح نثبت خياطه الفوكه هنايا، راح ندير تثبيت خياطه. ها هو ليكم هنايا بعد ما خيطتو، بعد ما درت تثبيت خياطه كذلك لتحت البنات هنايا درت سوجي ودرت كفه. نتوما اللي ما عندهاش سوجي تقدر دير الكفه على مرتين ونحدوها اكيد. البنات هنايا باش بعد ما خيطنا عفوا، ها هو ليكم كيفاش جينا. من بعد البنات نجيبو السوطاج تاعنا، ها هو ليكم، راح نديرو على الخياطه هذه هنايا اللي خيط بها، ها هو هكذا بالطريقه هذه حتى لهنا كيما درت هذا البنات، ها هو ليكم يخرج هكا يجي. وهنايا البنات جبت الرقبه عادي كيما ممكن تشوفوا. هنا فقط البنات حبيت نوضح لكم نقطه بالنسبه للزياده اللي زدناها هنايا 3 سنتيمتر، ديك اللي زدناها هنايا فقط هنايا ما ديروهاش قد قد، هنايا تجي 3 سنتيمتر هنا تميل لكم مع الكتف هنا باش ما تجيكمش هذه الابط كبيره. كيما انا كما قلت لكم البنات درت الجفت على الامام والخلف وركبت الكتفين مع بعضهم. من بعد هنايا ركبت لي موش تاعنا عادي، هنا مش حيكون عندنا نوكش كما قلت لكم، درتها قد الخط التركيز قد قد باش تجينا مع الموش قد قد. رايحين نلمو القفطان تاعنا وراح ندير لي بيغ ونشوفوها في الاخر مع بعضنا. ها هي لكم البنات في الاخير القفطان تاعنا كيفاش جا، ما شاء الله كيما راكم تشوفوا فيه. ها هي لكم هنا الستر تاعنا، ها هو لكم هنايا لي موش تاعنا كيفاش جاو، جاو ما شاء الله، خرجت تهبل تهبل حاجه كلاس وباهيه بالبزاف. هنايا درت لها الحزام اكيد، وهنايا بهيتها بلي بيغ للبنات، هاهم كيما راكم تشوفوا فيهم. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، نتمنى يكون اللي عجبكم، وقال نقول لكم بقاو على خير وصحه، فطوركم وصحه عيدكم البنات.